بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة نموذج ثاني لمواضيع الفروض والاختبارات للسنة الأولى متوسط والمتعلقة بالفصل الثاني. وبدون إطالة مع هذا الموضوع المقترح، يقول: إليك التركيبات الكهربائية التالية. جزأنا هنا الموضوع لكي تكون الرؤية واضحة. إذن إليك التركيبات الكهربائية التالية، أجب عن الأسئلة التالية: للمصباح الكهربائي مربطين، ما هما؟ للمولد قطبين، ما هما؟ ثالثا، حدد من التركيبات المقترحة الحالات التي يتوهج فيها المصباح. إذا نلاحظ بأن يعني الإجابة تكون على هذه الأسئلة على النحو التالي: السؤال الأول، لمصباح توهج مربطين هما ألف العقب وباء القتير المركزي. للمولد قطبين، ما هما؟ القطبان اللذان يتميز بهما المولد هما القطب الموجب ورمزه أو إشارته هي زائد، والقطب السالب وإشارته أو رمزه هو الإشارة ناقص. حدد من الصور أو في التركيبات أو التجارب المقترحة الحالات التي يتوهج فيها المصباح. إذن المصباح سيتوهج في الحالات الثلاث: الحالة الأولى لأن هناك دارة مغلقة شريطة أن تكون دلالة المصباح متوافقة مع دلالة البطارية أو العمود الكهربائي، كذلك الحالة الخامسة تكون الدارة الكهربائية مغلقة، والحالة السادسة أيضا تكون الدارة الكهربائية مغلقة، في حين أن الباقي يعني لا توجد هناك دارة كهربائية مغلقة، يعني التوصيل غير صحيح. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: سمي العناصر المرقمة. أعطيت لنا وثيقة مكونة من جملة من العناصر الكهربائية ومرقمة وبأشكالها الواضحة، ونحن سنسمي العناصر الموجودة في هذه الصورة أو في هذه الوثيقة. إذن فالعنصر رقم واحد هو مصباح توهجي، العنصر رقم اثنين هو قاطعة، العنصر رقم ثلاثة سلك توصيل، العنصر رقم أربعة بطارية أعمدة أو بطارية مسطحة. المطلب الثاني: ماذا يحدث عند مرور تيار كهربائي؟ ماذا يحدث عند مرور تيار كهربائي في هذه الدارة أو في الدارة؟ هذا السؤال لم ننتبه له، لم نجب عليه كتابيا، سنجب عليه شفويا. المهم، قلنا إذا كانت دلالة المصباح متوافقة مع دلالة البطارية عند غلق الدارة، يمر التيار الكهربائي مخلفا أثرا حراريا، بمعنى يتوهج المصباح. يتوهج المصباح، شدة الإضاءة قلنا تتعلق بدلالة المصباح وتوافقها مع دلالة البطارية. إذا كانت الدلالتان متوافقتان فستكون الإضاءة عادية، إذا كانت دلالة البطارية أكبر من دلالة المصباح سيكون التوهج قويا، إذا كانت دلالة المصباح أكبر من دلالة البطارية ستكون الإنارة أو التوهج ضعيفا. هذا الذي يحدث في هذه الحالة أو في السؤال 2. مثل العناصر المرقمة بالرموز النظامية. إذن الرمز النظامي للمصباح هذا هو كما تعلمناه، رمز القاطعة هنا في هذه الحالة الرمز هو للقاطعة مفتوحة، عندما تكون مغلقة يتم إنزال الذراع وتوصيلها مع النقطتين. سلك التوصيل خط مستقيم، وبطارية الأعمدة كالعمود الكهربائي يعني نفس الرمز تقريبا. بعد ذلك يطلب منا أن نرسم مخطط الكهربائي لهذه الدارة باستعمال الرموز النظامية. إذن سنرسم مخطط الدارة الكهربائية الذي يشمل هذه العناصر. هذا هو كما تلاحظ لدينا المولد أو البطارية وأسلاك التوصيل والقاطعة والمصباح. نمر إلى الوضعية التي تليها، الوضعية الثالثة أو الوضعية الإدماجية. يقول: أنجز محمد التركيبة الكهربائية التالية كما هو مبين في الوثيقة،
ولكنه لاحظ عند غلق القاطعة أن الإنارة ضعيفة، ولاحظ أيضا عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر، مع العلم أن دلالة المصباح يعني من المفروض المصباحين، يعني دلالة المصباح كل مصباح تتناسب مع دلالة المولد. أولا، لماذا الإنارة ضعيفة؟ إذن بما أننا نلاحظ من خلال التركيب أن المصباحين موصولين على التسلسل، فهنا ماذا يحدث؟ تصير القيمة الإجمالية للمصباحين أكبر من دلالة المولد. مثلا إذا كان المولد أو هذه البطارية دلالتها 4.5 فولت، وكل مصباح من المصباحين مكتوب عليه 4.5 فولت، فحينما نركبهما بهذه الطريقة، يعني المصباحين على التسلسل، يصير وكأنه لدينا مصباح واحد دلالته 9 فولت. إذن وبالتالي إذا ركبنا مصباح دلالته 9 فولت مع بطارية دلالتها 4.5 فولت، فإن الإنارة تكون ضعيفة، لأن ما يتطلبه المصباح أكبر من دلالة المولد. إذن قلنا بما أن المصباحين موصولين على التسلسل، فتصير القيمة الإجمالية لهما أكبر من دلالة المولد، وبالتالي فتكون الإضاءة ضعيفة. أو تكون لنا إجابة أخرى، إجابة ثانية تصب في نفس المعنى، حينما نوصل مصباحين على التسلسل مع بطارية ماذا يحدث؟ فالمصباحين يقتسمان يجزئان دلالة البطارية، يصبح وكأن كل مصباح منهما له بطارية خاصة به، ولكن دلالتها ليست 4.5 وإنما 2.25. يعني تلاحظ أن 2.25 الموفرة للمصباح الذي دلالته 4.5 غير كافية، فيتوهج بشكل ضعيف. قال الفرع الثاني لم يطرح عليه سؤال، لكن نحن استدركنا وأضفنا هذا السؤال. قال لماذا الإنارة ضعيفة؟ نبرر الآن. ولماذا عند نزع أحد المصباحين أو تلفه ينطفئ الآخر؟ إذن ذكرنا الإجابة هنا. في هذه الحالة عند نزع أحد المصباحين أو تلفه ينطفئ المصباح الآخر، لأن الدارة الكهربائية تصير مفتوحة على مستوى المصباح التالف أو المنزوع. يعني إذا في هذه الحالة، في هذا التركيب الذي قام به محمد، يعني إذا نزعنا المصباح رقم واحد مثلا أو أتلف، فإننا حينما نغلق القاطعة لا يتوهج المصباح الثاني. لماذا؟ لأنه لدينا انفتاح للدارة على مستوى المصباح المنزوع أو التالف، سواء كان الأول أو الثاني لا يهم. إذن هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه. قال ماذا تقترح على محمد لتجاوز هذين المشكلين؟ يعني هو الآن عنده مشكلين، المشكل الأول الإنارة ضعيفة، المشكل الثاني في حال التلف أو نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر، فماذا تقترح عليه لحل هذين المشكلين أو هذا المشكل؟ إذن لكي يتخلص محمد من هذا المشكل، نقترح عليه أن يوصل المصباحين على التفرع، يعني يغير التركيب، لا يوصلهما على التسلسل بل يوصلهما على التفرع. بعد ذلك يقول أرسم مخطط كهربائي، المخطط الكهربائي الذي تراه صحيحا ومناسبا لإضاءة عادية، بمعنى المخطط الكهربائي سيدعم ما اقترحناه عليه. إذن قلنا مخطط الدارة الكهربائية المناسبة يكون بهذه الكيفية. إذن هنا في هذه الحالة فقط سيكون المصباحان مستقلين عن بعضهما البعض، يعني حينما نغلق القاطعة يتوهج المصباحان معا، نعم، لكن إذا أتلف أحد المصباحين أو نزع فإن المصباح الآخر لا يتأثر به، لأن له دارة فرعية مستقلة عن الأول. يتلف الأول يشتغل الثاني عادي، يتلف الثاني والأول صالح يشتغل الأول عادي. هنا دلالة المولد أو البطارية هي 4.5 فولت مثلا، وكل مصباح مكتوب عليه 4.5 فولت. إذن يصبح في هذه الحالة كل مصباح يشتغل بصفة عادية، وكأنه مع البطارية لوحده، يعني لا يتأثر ولا يبالي بالمصباح الآخر،
يعني المصباح الأول يتغذى ب4.5 بالكامل، المصباح الثاني يتغذى أيضا ب4.5 بالكامل، أي هنا لا تحدث التجزئة لدلالة المولد ولا تحدث المضاعفة لدلالة المصابيح، يعني المصباح الأول لا يجمع أو لا تجمع دلالته مع المصباح الثاني. لماذا؟ لأن لكل دارته الخاصة به، يعني ليست هناك دارة واحدة. إذن عندنا دارة خاصة بالمصباح الأول ثم دارة ثانية خاصة بالمصباح الثاني، فقط عندهما جزء مشترك وهو القاطعة والمولد، يعني القاطعة تتحكم فيهما معا والمولد يغذيهما معا، إذن فهذا نسميه الجزء المشترك في الدارة. أما الباقي فهو جزء مستقل، هذه دارة المصباح الأول وهذه دارة المصباح الثاني. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المادة المقدمة لكم، وبإذن الله في حلقات قادمة سنقترح أو سنعالج مواضيع أخرى كالتي ترونها بين أيدينا، هذان موضوعان سنعالجهما لاحقا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.